رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاح عيالك عند الله، شفاءك من كل داء عند الله، ويوم القيامة لا ينفعك إلا الله، وإذا مريت على جهنم لا ينفعك إلا الله. ولذلك ارتبط بالله. أوصيك بوصيتي، لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان، مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما سويت، الصلاة لا تتهاون فيها. ليه؟ لأنها الحبل الذي يربطك بالله عز وجل. هذه الأولى. الثانية، لا تجعل ربنا ينساك، اجعله دائما يذكرك. كيف دائما يذكرك؟ هو اللي قابلنا، الله عز وجل قال وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلا ينقطع لسانك عن ذكره.